السلام عليكم سي عبد اللطيف، نشكرك على هذه الزياره اللي قمت بها نظرا للظروف والاحوال الجويه اللي كتعرف واحد زخات مطريه. حنا دابا كنتواجدوا حاليا بتحتاحة. تحتاحة راه معروفه يعرفها الجميع، مسائل كما يقولوا راه كل شيء يعرف تحتاحة. حنا بالنسبه لتحتاحة حنا كساكنه وكتجار تحتاحة هنايا زعما صراحه هنا كانت واحد الوقيته بما يعرف كما يقولوا بحال كما يقولوا كانت محتله بالنسبه للباعة الجائلين وواحد المجموعه ديال الفراشه اللي كانوا محتلين الشارع، وكانت هنايا زعما صراحه واحد الفوضى. ولهذا مع نظرا للمسائل اللي رحنا هالفيروس نتاع كورونا كانت هنا بعض المشاكل وكذا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل كما يقولوا المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها السلطة الإقليمية أو السلطة المحلية، ومن طبيعة الحال احنا كجمعية قلنا لهم اودي هذا الشيء اللي راه يوقع حنايا ما خصوش يوقع. وكما يقولوا دخلت السلطة المحلية وحيدوا هذا الشيء وكذا. دابا الامور كتبشر بالخير، هناك كاين اللي تجاوب مع النداء مع ديال السلطه، وكاين بعض الاشخاص الله يجعل ربي يهديهم خص يعرف الواحد بالله الوباء راه خطير وراه كيتنقل، وراه وزاره الصحه راه كيهضروا على هذا الشيء، الدوله باكملها كتهضر على المسائل. خص بنادم يلتزم بالحجر الصحي ديالو ويخرج الا للضروره، بمعنى الضروره الا كان بنادم يشري دواء او يمشي للطبيب الله يحفظ، او مثلا يتقضى شي مسائل الدار، هذا هو الضروره. ولكن بعض الاشخاص رحنا كنشوفوهم هنايا ما عنده صوالح وما عنده ما يشري، وتلقاه واقف شي بلاصه بحجه كيميغارو ولا يبدل الجو ولا ماشي معقول. من الاحسن بنادم يجلس في الدار ديالو ويريح حتى ان شاء الله يمشي علينا هالوباء هذا وتولي الامور الطبيعه ديالها. اما بالنسبه احنا كساكنه زعما صراحه ونقدروا نديروا واحد الجوله دابا سي عبد اللطيف باش تنور الراي العام. هنا بالنسبه لتحتاحة انا كنهضر على تحتاحة، بالنسبه انا لتحتاحة هنا الساكنه تقريبا نقول لك 99% التزمت بهذا الشيء ديال الحجر الصحي، الناس داخله للديور ديالها، الناس ملتزمه، ولكن بالك تعرف كاين بعض الاخر والا قليل اللي تلقاه خارج ولا واقف ولا هذا كله. لهذا احنا كنوجهوا نداء كنقولوا لهم اودي الله يجازيك بخير، بنادم يجلس في الدار ديالو ويقاد الامور ديالو بالله ما تفوت هالامور، ونطلبوا الله نسلكوا في اقرب وقت باش الامور تولي للطبيعه ديالها وتولي. نعم. لا بالنسبه زعما صراحه غير باش نكونوا واضحين وما هذاك، غير بالنسبه السلطه المحليه والامن الوطني كيتواجدوا هنايا تقريبا ليل ونهار. راه كتكون هنا واحد السياره ديال الاخر ديال الشرطه، وكاين السلطه المحليه ما بينهم القياد واعوان السلطه كيتواجدوا هنايا وكيديروا كونترول. اللي عنده الورقه مرحبا، واللي ما عندوش الورقه يقدر في الاول يهضروا معه بانذار، وثاني مره الا ما بغاش يتجاوب معهم ولا كذا يقدر يطلعوه ويتاخذوا معه الاجراءات مزيان. وبالنسبه عاوداني للقضيه ديال التجار، هنا التجار تقريبا كاع التزموا سي عبد اللطيف، اللي كيبيعوا الملابس ولا الملابس او الاحذيه ولا التزموا بلعوا وكل واحد راه في الدار ديالو. باقيين هنا واحد المجموعه ديال اللي كيبيعوا المواد الغذائيه واللي معروفين وكذا كيبيعوا شنو، بيني وبينك راه نقدروا نديروا واحد الجوله مره اخرى. كاين ملتزمين، كاين اللي دار، كاين اللي متراسي بالصباغه او داير واحد الخيط، داك الشيء كما يقولوا المسافه الامنه ما بين المواطن ولا ما بين الزبون ولا مول المحال ولا. نعم سي الله يحفظك، شكرا.